خليفة كنيوة خرافي من وادي سوفا امتهن القيادة التقليدية لأزيد من 3 عقود من الزمن. بدأ مشروعه بآلة واحدة إلى أن طوره تدريجيا وجسد مشروعا مصغرا. هذه المهنة يعني احترفناها من بكري من جدودنا، وجدي هذا من الأربعينات هو يخدم الخياطة هذه، يعني من واحد لواحد حتى اللي لحقتنا احنا. مشروع تاعي بدأت بمشينة واحدة، بدأنا نخيطوا بشوي بشوي، كبروا الذر وكذا، طورناها عاد 3 4 ماشينات، وعندنا نخدموا مع بعضنا كل طورنا نخدموا مع بعضنا، نخدموا مثال السوق، نخدموا للناس الكل، نخدموا له. الخدمة هذه وانا راني بديناها من التسعينات بكري، فهمت؟ بدأت من ماشينة واحدة وبدينا بشوي بشوي، كبروا الذر يعني زدنا ماشينات، وعندنا نخدموا في ورشة نقولوا احنا مش مكبرة كبيرة، نورمال يعني 3 4 مشروع مصغر. إعادة إحياء اللباس التقليدي السوفي الأصيل هو ما يعمل لأجله خليفة وأبنائه، فهو يتفنن في تفصيل الملابس التقليدية كالقندورة والقشابية وغيرها رغم عزوف العديد عن ممارسة هذه الحرفة. المجال هذا دخلنا لما تعلمنا من حرفة الوالد تاعنا، علمنا وعدنا خيط وعدنا ونكملوا روسنا ثاني حتى حوايج أخرى. الحرفة تاع الخياطة هذه ضرط 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 ضرط، معناها مكان خدم مخرى وكذا، بصح الحرفة تاع الخياطة الحرفة هذه ما تموتش. أو كما قال لك بقليك الوالد مثلا من الأربعينات، تخيل المشروع هذا من الأربعينات والناس تخدم فيه وعادي نورمال، خيط في أي حاجة، قشاشيب، قداوير، ملاليط، سراويل، بنطقونات، أي حاجة. الإخلاص في العمل وحب المهنة من صفات خليفة الذي يأمل أن يجد دعماً من طرف السلطات الوصية لتطوير مشروعه الذي يعطي للمنتوج المحلي استمرارية أمام ما هو مستورد.